مساء الخير. يا مساء الورد. أمال فين زياد؟ خالته جت خدته. خالته؟ آه. خدته فين؟ معرفش هي جت. يعني إيه ما تعرفيش؟ إيه الهبل ده؟ أنا هخرب بيتكم. ايه الكلام الفارغ ده؟ هي وكلام الغير بواب؟ اي حد معدي ياخد عيله ويمشي؟ لو سمحت يا استاذ ياسين اهدى عشان اعرف اشرح لك. اهدى ازاي؟ انا ابني مخطوف. ابن حضرتك مش مخطوف، ابنك مع خالته. خالة مين؟ ابني ما عندوش خاله، انت اديتي له واحده من الشارع. مش حقيقي، المدام اللي جت استلمته كان معاها اوراق بتثبت ان هي خالته، ده غير التوكيل اللي مدام نايلة عامله لها وبيديها الحق في التصرف مع الولد في اي حاجه، بما فيها استلامه من الحضانه. نايلة مين؟ هو انتوا تعرفوها؟ شفتوها قبل كده؟ وبعدين التوكيل ايه؟ راح اجيب عربيه، ده عيل صغير. والله هو ده القانون. وطالما معها توكيل يبقى هي من حقها ان هي تستلم الولد، مش بس كده هي من حقها انها تنقله حضانه تانية. طب والبقف بقى اللي بيوديه ويجيبه كل يوم ده؟ ما حدش يرفع عليا سماعه تليفوني يقول لي. اكيد كنا هنعمل كده لو الموقف اللي بيحصل ده مش طبيعي، انما اللي حصل ده عادي جدا. عادي ايه؟ مفيش اي حاجه عادي حصلت، دي واحده ظهرت فجاه وقالت ان هي خالته، انا ما اعرفهاش وهو عمره ما شافها قبل كده، الواد ضاع ومش هلاقيه تاني. صدقني انا متعاطفه مع حضرتك ونفسي اساعدك، بس المفروض لو كان في مشاكل بين حضرتك وبين المدام او اي حد من عيلتها حوالين حضانه زياد كان المفروض تبلغنا الاول. وهو مين اصلا قال ان في مشاكل؟ طالما ما فيش مشاكل يبقى احنا ما عملناش حاجه غلط. استغفر الله العظيم يا رب. طب الست اللي خدته دي ما سابتش اي حاجه؟ صوره بطاقه، صوره التوكيل اللي انت بتقولي عليه ده اي زفت؟ اخدنا طبعا صوره بطاقتها. لحظه واحده وانا اجيب لحضرتك نسخه منها.